وأنا عمري 10 سنوات شفته في لبنان. بعدها لما رجعت من الدراسة بديت أزور مجلسه الأسبوعي، كان قريب من القلب زياراته حق الناس، تواصل معاهم دائما، يحضر الأحزان والأفراح، وكان لا يعني حضور، ومثل ما تقول يعطي السكينة حق أهل المتوفي ويعطي الفرح حق أهل اللي عندهم الأفراح والأعراس. كان يحس إن في ناس لهم حاجة، وكان حتى لو في مواقف إنسانية يعني بعضها إحنا ما نعرف عنها إطلاقاً، بس نحس إذا كانوا يقومون فيها، كان ملم لأنه يقرأ الجرايد قبل لا يجي المكتب، وبعض الأحيان يسمع الإذاعة. تاريخ يسرد لك حوادث وقعت من أيام والدي الله يرحمه، وملم بأشياء كثيرة جداً، يقدر على طول يقلب صفحاتها في باله ويعرف شلون التصرف في موقف معين. يعني يمكن أنت عرفت عن طريق الصحافة، بس احنا عرفنا وجها لوجه. عنده ذاكرة عجيبة، يقدر يتذكر أمور عديدة بدون وضع ملاحظات. كان يعني يحب التصوير، كان لاحظت صوره في شبابه كله عنده آلة تصوير وفيديو، وكنا نشوف هاي الصور ونسأله، يقول ما زال عندي حب التصوير، حتى ياخذ الكاميرات الليتست، وبعدين تغيرت الكاميرات صارت ديجيتال. تمتع بعائلة ما شاء الله، الكل يعني يحبهم يمدح فيهم، ووقوف الشيخ علي ويا والده في أثناء مرضه سنة كاملة حين تقريبا، وساهم حتى في حضور اجتماعات مجلس الوزراء. يعني مع أنه هو كان يعني مريض لكن ما يظهرها، فاستمر إلى آخر مثل ما تقول لحظة في حياته وهو يتابع أمور الناس أمور الدولة. سبحان الله، يعني اللي قام فيه في 50 سنة يشهد له، يعني هذا يحتاج إلى مجلدات عشان يكتب عنه، وإن شاء الله في الكتاب مثلكم وغيركم يقومون بهالدور.